استرجع من فوز غلامي واسرع لسفيان غلي انطلق على الجهه اليسرى سفيان راح دخل سفيان هني مازال سفيان هني واصل سفيان هني جول بابا بابا جول فعلها اسلام في نهايه المطاف سجل جول الهدف الاول للمنتخب الجزائري عند الدقيقه العاشره من عمر اللقاء التمريره من اروع ما يكون من فوز غلام لسفيان هني انطلق على الجهه اليسرى سفيان حطها لك على طبق يا اسلام جول من اروع ما يكون من سفيان لاسلام جول امام السنغال في الدقيقه العاشره من انطلاقه هذه المباراه يا سلام بالمليمتر حطها لك بالسنتيمتر حطها لك في رجلك اليمنى اسلام سليماني امام شباك تقريبا فارغه حطها جول للمنتخب الجزائري لأن الحرارة هذه تعودوا عليها انطلاقة أخرى ليس هناك من يتسلل الكرة خطيرة المنتخب السنغالي أوه يا زمندي التسديدة جول هل أنت حارس كرة يد يا مليك يا سايا أسلم التسديدة من قبل اللاعب فقط وليد يوب يعدل النتيجة عند الدقيقة 43 من عمر المباراة التسديدة أمام دفاع يتفرج اي نعم ربما تغطت في وجهه الرؤيه بالنسبه لملك عزله شفنا عوده قويه جدا للاعبين السنغاليين تجسدت بهدف التعديل في وقت من اللاعبين الجزائريين اهتموا بالحكم وغضبوا وتنرفزوا شوف الاعاده مره ثانيه الكره هذه عيسى مندي رجعها التسديده لم تكن قويه يا عيسى يا مندي شوف هنا الرؤيه كيف كانت مغطيه بالنسبه لملك عزله نعم كان امامه لاعب غطاله كامل الرؤيه كان ممكن يعلن في الحضور البدني القوي جدا رياض محرز ما هوش مثل انا طلق على الجهه اليمنى رياض 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 جول سيد الحكم جول جول للمنتخب الجزائري من اسلام كما ترى يا رياض حتى لاسلام سليماني بصدره ثم سدد جول خسارة هذه الروعة لم تكن حاضرة خسارة هذه الروعة لم تكن متألقة خسارة هذه الكل روعة لم تكن خسارة ضيعنا هذه الفرصة وهذه البراعة اللي حضركم التي يملكها المنتخب الجزائري كرة رياض في اتجاه إسلام با 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 الكرة دخلت الكرة دخلت ضيعتم علينا وعلى أنفسكم فرصة التتويج بهذا الجيل الذي يملك قدرات كبيرة لكنكم تبقوا أولادنا على كل حال نزيدوا نشجعكم دوما لأنها الرياضة ولا أحكامها التي نحترمها كرة سنغالية صعبة موسى صو يسجل الهدف الثاني للمنتخب السنغالي وهدف التعديل عند الدقيقة الثامنة من عمر هذه المباراة خلل في الدفاع مرة أخرى موسى الصو يأتي من بعيد ويعدل النتيجة 2-2 صارت النتيجة أربع أهداف شفناها في هذه المباراة الصو بقوة أعطونا الإعادة لأنه لم نفرح كثيرا بالهدف الثاني شوف ماذا حدث